اهلا بيكم متابعين قناة زكوت فازر، معكم المبرمج احمد محمدي، والنهاردة معادنا مع ويدجت جديد من ويدجتس الفلاتر الرائعة وهو الجريد فيو، فخليكم معانا. لو حبيت تعمل جدول من اصناف او جدول من عناصر عندك في الكود بتاعك او في البروجكت بتاعك، زي بالظبط الصورة ديت، عندك مجموعة جالري اهوت، والجالري دي فيها صورة ونص ومجموعة، او نسميها مجموعة كروت، ماشي، نسميها كاردز، ماشي. انت خليها منتجات مثلا، شنط، هدوم، او وات ايفر اللي انت عايزه، عاوز تعرضهم بشكل جدول زي المواقع الشهيره زي سوق دوت كوم وزي جوميا وامازون والحاجات ديت، بيحطهم دايما العناصر بتاعتهم بشكل جدول كده، بحيث انت تقلب تشوف اكبر عدد من المشتريات في حته صغيره من الشاشه بتاعتك، فانت محتاجهم بشكل جدول كده، بحيث ان لو الشاشه بتاعتك اعرض شويه بدل ما تشوف اتنين تشوف تلاته جنب بعض، وهكذا وهكذا وهكذا. الاداه دي اسمها جريد فيو. الجريد فيو زي ما انتم شايفين كده اهوت، بتتيح لك انك تعرض مجموعه من العناصر، ماشي، الكونتينرز اهو، بشكل ان هم يبقوا شبه الجدول، بحيث انك انت تقدر تقلب فيهم براحتك وتختار طبعا اي واحد ممكن تخليه كليكابل وتدوس عليه وتقدر تشوف محتوياته من هنا اهوت. زي ما انتم شايفين ممكن تستخدمها كليسته زي الليسته اللي انت عاملها ديت، ده برضو جريد فيو. وفي جريد فيو تانية زي مثلا ايه، بصور، بكلمات، بمعرفش ايه، بحاجات، دي القوة اللي بتديها لك ايه الجريد فيو. شكل الجريد فيو المبدئي اهوت، طبعا احنا بنحط حاجة اسمها الكروس اكسس دوت، دايما لما تشوفه كده اهوت، لو الناس اللي اشتغلوا معانا كورس الفلاتر هتلاقي في حاجه اسمها كروس اكسس سبيسنج، فلما تلاقي كروس اكسس سبيسنج بيقول بيقيس المسافه اهوت، زي ما انتم شايفين المسافه اللي بين العنصر دوت والعنصر دوت، انا عايز العناصر تبقى المسافه بينها كذا، فتقدر تحطه عن طريق الكروس اكسس سبيسنج. طبعا في كروس اكسس بتحط سبيس بتوين، يعني بحيث ان يبقى انت بتقول له ان ساوي المسافات بينهم بين العناصر كلهم مره واحده. المين اكسس سبيسنج اللي بيبقى بين الصف الاول والصف الثاني، يعني مثلا لو ده العمود ده 2 او 3، اللي تحتيه على طول هيبقى المسافه بين العنصر الجديد واللي ده طبعا هو بيعتبره ده لاين وده لاين وده لاين وده لاين، فبيعتبر هنا المسافه بين دوت ودوت، تقدر تحددها بالبروبرتي مين اكسس سبيسنج. كروس اكسس كاونت يعني انت عاوزهم يبقوا 2، ممكن ما تحطش الرقم فيبقى العدد مفتوح، ماشي، وعلى قد الموبايل بتاعك ما يعوزه، على حسب مساحه العنصر بتاعك، لكن انت لو حددته ب2 بيبقى 2، ولو حددت له مساحه هتلاقي مثلا لو الشاشه كبرت هيفضلوا 2 وهيسيب مساحه في الشمال هنا اهوت، على حسب التصميم بقى ايه بتاعك. تعالوا بقى نروح للكود ونبدا نتكلم بسرعه عنه اهوت. زي ما انتم شايفين اهو، انا عملت جريد فيو بسيطه جدا، استخدمت كاونت. كاونت ديت لو كان انت عندك مجموعه من العناصر جاهزه عاوز تحطهم مره واحده في الجريد فيو بتاعتك. استخدمت طبعا هنا البادنج ده عشان البادنج بتاعهم، ماشي، والكروس اكسس سبيسنج زي ما قلت لكم خليناه 5، والمين اكسس سبيسنج خليناه 5، طبعا الصوره اللي فاتت كانت موضحه، والكروس اكسس كاونت 3، ماشي، طبعا هو اخره 3، ممكن يبقى من 2 يبقى اقل حاجه 1 وبعد كده اقصى حاجه 3، ماشي. وادي هما الشيلدرن كلهم زي بعض، بس انا بغير الالوان بس، عاملها درجات من اللون يعني اللي هو الازرق الفاتح دوت اللي بيقلب على اخضر احيانا، ماشي. وهنا طبعا اسمه تيل اللون دوت. وادي هنا ده البلوك الاولاني عامله كونتينر وايدج اسيست اول، ماشي. وهنا حطيت فيه الشايلد، حطيت فيه تكست بلوك 1 بلوك 2 وهكذا، وبعدين كررت البلوكات دي بحيث تبقى كتير، بحيث تشوف شكلها يبقى عامل ازاي لما نعمل رن كده اهوت. زي ما انتم شايفين اهوت، شايفين البلوكات جنب بعض ازاي،
شايفين؟ طب انت لو عاوز تحط صور، عاوز تغير الكونتينر دوت بحاجه تانية شكلها ازرف او كده. طب افرض انت عندك مجموعه صور، او جايب مثلا لسته من على الانترنت عاوز تعرضها، جاي من API، من whatever، من اي شيء اخر، هنضطر نستخدم المره دي الجريد فيو دوت بيلدر عشان يبني لنا القائمه بتاعتنا. شوف انا عملت هنا مجموعه صور اهوت، ماشي، اسيتس انا حاططها عندي في التطبيق، ماشي، والاسيتس ديت هتظهر في البودي بتاعنا، ماشي. بدل ما استخدم جريد فيو دوت كارنت، لا المره دي استخدمت جريد فيو دوت بيلدر عشان اقدر ابيلد الصور اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. وديكو اهوت، هنعمل طبعا هنا انا هستخدم حاجه اسمها سيلفر جريد ديليجيت ويد فيكسد كروس اكسس كاونت، هو هيظبطها لك لوحده، ماشي. الويدجت ده رائع جدا، بيظبط الحاجات داخل الجريد فيو لوحده بالشكل اللي انت عايزه، تتدخل بقى جواه الكروس اكسس كاونت والكروس اكسس سبيسنج والمين اكسس سبيسنج بتوعك. وادي اهوت، اهوت ايتم بيلدر هيبدا يمشي على العناصر بتاعه الليسته ديت. الليسته دي بقى تبقى جايبها من API، تكون جايبها من اي حته، انت حر، مفيش اي مشاكل. هنرن وهيطلع الشكل زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، طلع لي الصور كلها بشكل الجريد فيو زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم ديت دلوقتي. ودي القوة اللي بيديها لك استخدام الجريد فيو في الفلاتر. مش عاوز اطول عليكم، ويا ريت الناس تكون مستوعبة احنا بنقول ايه، واتمنى الناس تتابع القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. الى اللقاء مع ويدجت اخر من ويدجتس ويدجت اوف ذا داي. دمتم في رعاية الله وحفظه.